تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة لكم جميعا، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل اليوم، في فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجين المبدعين الأستاذ نمر محمد وأيضا الأستاذ سعيد المر. وأيضا أرحب وأصبح على الأخت الفاضلة آمنة العلي. صباح الخير. أهلا فيك أخوي عبد الله، وصباح السعادة وصباح الخميس الونيس. نعم، اليوم صباح الخميس الونيس. أرحب بكم، أنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعين الأعزاء، دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا مستمعين الأعزاء، أيضا نحب نذكر بأهمية الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بمرض كوفيد-19 حتى بعد أخذ لقاح كوفيد-19. في بعض الناس يعتقدون إذا أخذ اللقاح معناته أنه ما يلبس الكمام. لا، لبس الكمام ضروري وأيضا مهم، ودائما نحن نقول بأن التطعيم أمان واطمئنان. نستعرض فقرات البرنامج هذا اليوم دائما بالأخبار العالمية والمحلية. اليوم أول خبر تحت عنوان تقنية جديدة لتقليل الخزعات التي يحتاجها الأطباء لتشخيص الأمراض، وبتعطينا تفاصيل هذا الخبر الأخت آمنة العلي. وأيضا فقرة السوشيال ميديا، وكل يوم في مستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها بتكون معانا الأخت أسماء الجناحي. فقرة خدمات هيئة الصحة اليوم، ومع قسم الطب الباطني بمستشفى دبي، ومصطلحنا الطبي رباعية الفالو، وفقرة العلاج الطبيعي والرياضة تحت عنوان الوضعية الصحيحة للعنق عند استخدام الهواتف المتحركة، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء فقرة الصحة العامة، وموضوعنا اليوم العادات الغذائية لدى اليافعين في المدارس في إمارة دبي. ومع خبرنا أختي آمنة تقنية جديدة لتقليل الخزعات التي يحتاجها الأطباء لتشخيص الأمراض. وطبعا أخوي عبدالله، ابتكر فريق من الباحثين في مجال السرطان بجامعة كامبريدج البريطانية تقنية حوسبية جديدة تتيح للأطباء استئصال خزعات أقل من المرضى والتوصل لنتائج أكثر دقة في تشخيص الأمراض المختلفة. وأفادت الدراسة أيضا التي أوردتها الدورية العلمية يوروبيان راديولوجي أن التقنية الحوسبية الجديدة التي تجمع بين التصوير بالأشعة المقطعية والتصوير بالموجات فوق الصوتية تقدم صورة بصرية للأطباء بحيث يمكنهم تشخيص الأورام السرطانية اعتمادا على عدد أقل من الخزعات التي يتم استئصالها من المرضى. طبعا يؤكد الباحثون أن الحصول على عينات من مختلف الخلايا داخل الورم السرطاني يساعد في التوصل إلى أفضل علاج للمرضى، نظرا لأن كل نوعية من الخلايا تستجيب بشكل مختلف لسبل العلاج المختلفة. وقال الباحث لوسيان بير من جامعة كامبريدج أن استخدام التقنية الجديدة في جمع عينات من الأورام يساعد في الحصول على الخلايا السرطانية المتنوعة داخل الورم. ويؤكد الباحثون أن التقنية الجديدة تمثل علامة فارقة في عملية الاستئصال الدقيق لعينات الأنسجة، وسوف يتم استخدام هذه التقنية على نطاق أوسع في الأبحاث السريرية. نعم، وننتقل اختي آمنة من فقرة الأخبار
الأخبار إلى فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على سواء على صفحات هيئة الصحة أو الصفحات الأخرى مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور وفي عدل واختي أمن عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. يا صباح النور والسعادة. أول شيء حاب نقول الخميس ونيس، ونتمنى من الجميع أن يكون فعلا ونيس بدون ما يعني نخالف الإجراءات الاحترازية. جدا مهم أخذ الإجراءات كلها مثل التباعد الجسدي وغسل يدين ولبس الكمامة، ومهم جدا ان الواحد يعني المناسبات الاجتماعيه تكون حسب المواعيد والاشياء المعتمده، ان يعني ما يتعدى اكثر عن 30 شخص المنزل، ما يتعدى اكثر عن عدد معين في القاعات. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحكي كنا حاطين قنوات تواصل اجتماعي هي النصائح المهمه خلال الخروج من المنزل. من الامور جدا مهمه اذا كان شخص يحس ان عنده اي اعراض انه ما يروح اماكن اللي فيها مثلا أما يختلط مع الآخرين، أو أنه يظهر من البيت ويتم لهم وإن شاء الله يعني صحته تحسن. أهم شيء عدم مشاركة الأدوات الخاصة مع الآخرين، ويعني دائما ننصح استخدام وسائل الدفع الذكية عند الذهاب إلى مراكز التسوق. أيضا من ضمن الأشياء اللي مهمة كانت قنوات التواصل الاجتماعي، يوم أمس كان دكتورة فريدة الخاجة تجيب عن هي رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد، تجيب عن الأسئلة اللي كانت يعني غالبا متداولة قنوات التواصل الاجتماعي، وهذا كان من خلال الحساب الرسمي لمكتب الإعلام لحكومة دبي في قنوات التواصل الاجتماعي. ومن أبرز الأسئلة كانت يعني هل يمكن، من هم الذين يمكن أخذ التطعيم لهم، من الفئات المستثناة، أيضا هل يمكن الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة يأخذون التطعيم، هل يعني بعد ما واحد يلبس يعني يأخذ اللقاح يقدر يشيل الكمامة ولا لا، وهل يمكن أخذ أكثر من نوع تطعيم كوفيد، وكيف أخذ المواعيد في هيئة الصحة بدبي. تقريبا يعني هاي الأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي. وأيضا نشكر الجميع على كل الرسائل الإيجابية من زوارنا في مراكز التطعيم في قنوات التواصل الاجتماعي، وفعلا هذه الرسائل تسعدنا، ودائما الهيئة موجودة لخدمة الجميع إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. أختي آمنة قبل لا ناخذ الفاصل، شو رأيك نذكر مستمعينا الأعزاء عن الفئات يعني المستثناة بخصوص موضوع لقاح كوفيد 19؟ طبعا أخوي عبدالله، الفئات المستثناة من لقاح كوفيد 19 هم الحوامل والمرضعات والنساء اللواتي يخططن للحمل خلال الفترة القريبة اللي هي تقريبا 3 أشهر، وكذلك المصابون بأمراض نقص المناعة ومن لديهم حساسية من أي لقاح أو طعام أو دواء أو مادة أو كانت تحمل حقنة الإدرانيل التلقائية، وكذلك طبعا مثل ما هو معروف أن الأطفال دون سن 18 سنة. نعم مستمعين الأعزاء، بناخذ فاصل، وفقرتنا الثانية بتكون إن شاء الله بعد ما نرجع من الفاصل فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم موضوعنا قسم الطب الباطني بمستشفى دبي. بنتعرف أكثر على قسم الباطني بمستشفى دبي، على خدمات اللي يقدمها هذا القسم وأبرز الحالات المرضية. أيضا بنتحاور مع الدكتورة سلمى عيسى اختصاصية الأمراض الباطنية بمستشفى دبي عن أبرز أو أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القسم. خلكم مع صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ونرحب دائما بتواصلكم مستمعين الأفاضل على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة خدمات الهيئة. اختي آمنة اليوم تحت عنوان قسم الطب الباطني بمستشفى دبي.
وطبعا يعتبر قسم الأمراض الباطنية بمستشفى دبي أحد الأقسام الطبية التخصصية التي تقدم خدماتها المتعددة والمتميزة للمرضى فوق أحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية، ومن خلال نخبة من أهم الأطباء المؤهلين والقادرين على التعامل مع مختلف الحالات المرضية. وطبعا الحديث عن قسم الطب الباطني، شرفنا تكون معنا اليوم الدكتورة سلمى عيسى هاجو، أخصائية الأمراض الباطنية بمستشفى دبي. صباح الخير دكتورة سلمى. أهلا عليكم السلام، صباح النور، كيف أخباركم؟ أهلا فيك دكتورة. دكتورة، بداية حابين نتعرف منك على أبرز الخدمات اللي يقدمها قسم الأمراض الباطنية بمستشفى دبي. طبعا من المعروف أنه مستشفى دبي هي من المستشفيات الحكومية الكبيرة المرضعية في الإمارات، والقسم الباطن هو أكبر قسم تقريبا في المستشفى. معظم المرضى المتنومين بالمستشفى هم مرضى تابعين لقسم الطب الباطن. طيب، من أهم الخدمات اللي بيقدمها القسم هو قسم الطوارئ، وبتكون على طول فيه مناوبة على مدار الساعة. القسم بيستقبل الحالات الطارئة، وبيكون متوفرين أطباء على من مختلف السلم الوظيفي، ابتداء من الأطباء المقيمين واختصاصيين واستشاريين. كمان عندنا خدمات المرضى الداخلين أو المتنومين، بتتوفر عندنا 60 سرير تقريبا للمرضى الطاعنة الباطنية العامة، 60 سرير قابلة للزيادة حسب الحوجة. أحيانا بيكون عندنا مرضى أكثر من 60، فبيتنوموا كمان معانا يعني في أقسام أخرى ولكن تحت الطب الباطن. نعم، وطبعا نعم دكتورة تفضلي. متوفر عندنا غرف خاصة ممكن تكون مشتركة، ممكن تكون غرف خاصة من شخص واحد. كمان عندنا غرف عناية وسيطة لبعض الأمراض، المرضى اللي بتكون محتاجة لعناية مثلا على مدار الساعة، محتاج إنه يتقاس الضغط النبض بتاعه كل ساعة، فكمان عندنا السرة في غرف العناية الوسيطة. نعم. في خدمة العيادات كمان عندنا عيادات خارجية مسائية وفي عيادات صباحية. كمان بنقدم خدمة التثقيف الصحي للمجتمع عامة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة. عندنا مخيمات صحية بتكون في المستشفى، ومن ضمن المخيمات كانت في نماذج منها التثقيف الصحي عن هشاشة العظام، السمنة، ارتفاع ضغط الدم. صحيح. دكتورة سلمى، أنت تفضلتي في حديثك بأنه يعتبر قسم الطب الباطني بمستشفى دبي من الأقسام الحيوية، ويعني أغلب المرضى اللي موجودين في المستشفى تحت يعني خلنا نقول إدارة هذا القسم. لو تحدثينا دكتورة عن الإمكانيات اللي يتمتع بهذا القسم سواء من الكوادر الطبية، لأن مثل ما نعرف بأن قسم الباطني في كثير من التخصصات الطبية، فلو نتحدث عن هذا الجانب سواء من الكوادر الطبية، وأيضا لو نتطرق دكتورة عن الأجهزة والتقنيات الحديثة اللي تستخدم في قسم الطب الباطني. مضبوط. طيب، الكادر هو كادر مؤهل يشمل استشاريين واختصاصيين من مختلف الجنسيات والزمالات، فمتوفر بعض الأطباء من زمالات أمريكية، في زمالات بريطانية، كمان في زمالات التخصص المجلس العربي. عندنا كمان في الأطباء المقيمين اللي هم دل في تلقوا التدريب والتأهيل ضمن البرنامج التعليمي في المستشفى. في تابع للقسم كمان قسم عناية مكثفة، اسم القسم بتاع العناية المكثفة متوفر فيه أجهزة حديثة من أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة بتاعت قياس العلامات الحيوية. كمان قسم العناية المكثفة موجود فيه كادر مؤهل من ممرضين واختصاصيين واستشاريين. المستشفى كمان فيها قسم الأشعة، متوفر عندنا الأشعة المقطعية، عندنا الرنين المغناطيسي، الموجات الفوق الصوتية، وفي الجهاز التشخيصي بتاع الطب النووي، وده من الأجهزة المتوفرة في عدد قليل جدا من المستشفيات في الإمارات، وهو مختص بفحص النشاط الكيميائي في الجسم، فبيساعدنا في التشخيص المبكر للأورام الخبيثة، بعض أمراض القلب، بعض اضطرابات الدماغ، وكمان أمراض هشاشة العظام. عندنا مختبر مؤهل جدا يحتوي على أجهزة لتشخيص أمراض الدم المبكرة، قياس الهرمونات، الأحياء الدقيقة، وكمان المعمل يحتوي على قسم للأنسجة والخلايا.
نعم دكتورة، طبعا القسم قسم الطب الباطني طبعا مثل ما تفضلتي انه يعتبر من الاقسام الحيوية. لو نتحدث دكتورة عن ابرز الحالات المرضية اللي يتم يعني التي تراجع هذا القسم. طيب، هي معظم الحالات اللي بتدخل عندنا تحت القسم الباطن هي الالتهابات الرئوية بأنواعها، سواء كانت أمراض مزمنة، التهاب رئوي مزمن زي ناس الربو، في التهابات حادة. حاليا طبعا كل العالم بيعاني من المشكلة بتاعت الجائحة بتاعت كورونا، فبعض المرضى بتاعين كورونا في أمراض السكتة الدماغية الحادة، في بعض المرضى بأمراض الكبد والجهاز الهضمي زي النشف المعوي والتقرحات المعدية. كمان عندنا التهابات الكلى والمسالك البولية، قصور وظائف الكلى الحاد. بعض المراجعين كمان هم المرضى اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع سكر الدم. في جزء كبير من المرضى هم كبار السن اللي بيجوا أحيانا بمشكلة جفاف واحتلال في أملاح بتحت الدم. نعم، وطبعا دكتورة مثل ما قلنا هو قسم كبير وحيوي ورئيسي في مستشفى دبي. هل هناك تعاون بين هذا القسم والأقسام الطبية الأخرى في المستشفى؟ طبعا أكيد، هو نحن من غير الأقسام الثانية ما بنكون، ولهم من غيرنا ممكن تكون يعني. فنحن عندنا من ضمن الأقسام هي تبع للطب الباطن، ولكن لسه بيسميها الأقسام الطب الدقيق. عندنا الأمراض الغدد الصماء، عندنا أمراض الدم في الأورام، أمراض المفاصل، أمراض المناعة والحساسية، في كمان أمراض السكر والغدد الصماء، أمراض القلب، الأوعية الدموية، كمان أمراض الكلى. في تخصصات التغذية السريرية، عندنا التخصص بتاع الرعاية الاجتماعية، تخصص العلاج النفسي. وكل الأقسام دي هي مرتبطة ارتباط وثيق بالطب الباطن، فنحن لازم ديلي يعني كل يوم بيكون عندنا تواصل معهم إذا المريض احتاج. نعم، احنا دائما نسعد ان العمليه في هيئه الصحه عمليه متكامله، يعني سواء اذا كان المريض في قسم الباطنيه فهناك يعني دائما تواصل بين جميع الاقسام لخدمه هذا المريض بالشكل الامثل. ايوه طبعا اكيد، يعني حتى المريض احيانا من الطوارئ اذا احنا راينا انه هو بيحتاج انه نتواصل مع امراض المناعه على طول، الاخصائي بتاع المناعه بيكون موجود متوفر على مدار الساعه. كمان إذا رأينا إنه محتاج إنه نتواصل مع أمراض الغدد فهم موجودين. أحياناً حتى كمان بنتواصل مع مستشفى راشد، في تخصصات موجودة في مستشفى راشد على طول إذا احتجنا أي تخصص منهم زي طب المخ والأعصاب، جراحة المخ والأعصاب، مشاكل الرئة، على طول بيكون في تواصل معهم وهم دائماً حاضرين وموجودين يعني. نعم طبعاً دكتورة، حابين أيضاً نعرف منك إذا هناك نصائح تقدمينها بخصوص الحالات المرضية اللي تي عندكم في هذا القسم، قسم الأمراض الباطنية. طيب، حاليا نحن بالنسبه للعالم زي ما عارفين نحن في الموجه الثانيه للجائحه، فنحن كمان عندنا خدمه بتاعه تواصل بالتلفون اللي هي التليكوميونيكيشن. فنحن بنراجع في بعض المرضى بتاعنا العيادات مثلا، فبنراجع ملفاتهم اذا جات مواعيد العياده، لما نحس مشعور انه المريض ما يحتاج المستشفى فبنتصل بالتلفون بنساله من حالته الصحيه، اذا ما محتاج فبنكتب بس الادويه اللي هو محتاج لها لفتره 3 شهور لقدام أو 4 شهور عشان ما يحاول يجينا المستشفى ويعرض نفسه لالتقاط أي التهابات من المستشفى ولا كده بخصوص إنه في الجائحة الموجودة. دكتورة تقصدين خدمة طبيب لكل مواطن أو هناك خدمة أخرى خاصة بمستشفى دبي؟ خدمة طبيب لكل مواطن اللي هي نحن حاليا بنوفرها عن طريق التلفون، لأنه نتصل بالمكالمات المرضى اللي ما يحتاجون يجوا المستشفى. نعم، هذا هو التوضيح للمستمعين أن هذه الخدمة تسمى خدمة طبيب لكل مواطن متواجدة في هيئة الصحة بدبي، وهو طبعا هاي خدمة بالهاتف يمكن التواصل مع الطبيب، ويعني طبعا مثل ما ذكرتي دكتورة الدكتور يوصف له جميع الأدوية اللي يحتاجها بدون حضورا للمستشفى وتعرضه لأي نوع من أنواع الفيروسات. كمان المرضى عندهم الكول سنتر، في أي لحظة ممكن يتصلوا يعني ويحددوا هما إذا عايزين طبيب الباطن عن طريق الأوبراتر على طول بوصلونا. فنحن نتلقى مكالمات كثيرة جدا إنه في مرضى عايزين يتواصلوا مع أي طبيب من الطب الباطن إذا عنده استفسار، إذا عنده علاجات عايز نكتبها له، فالأمور طيبة يعني ما بتكون في مشكلة في التواصل مع الأطباء الباطنين في المستشفى. نعم دكتورة، طبعا ذكرتي أنت بخصوص
الخدمات هاي، وخاصة دكتورة سلمى في وقت يعني جائحة كورونا، اللي الحقيقة يعني تشكرون عليه وشيء نفخر فيه دكتورة. الخدمات الذكية اللي تم استخدامها مثل ما ذكرتي، اللي هو العلاج المرضى عن بعد، وطبعا هذا الجانب ساعد كثير من المرضى دكتورة سلمى، وبالأخص المرضى اللي هم يعانون من الأمراض المزمنة، سواء يعني ضغط الدم أو بعض المرضى اللي عندهم مشاكل في غسيل الكلى أو أمراض الكلى مختلفة أو حتى السكري. فلو نتكلم شوية مثلا، كيف كان متابعتكم مع هاي الفئة من الناس أثناء فترة كوفيد، وحتى يمكن لين اليوم يعني يتم متابعتهم بشكل طبي أو بشكل يعني مستمر مع الفريق الطبي من قبلكم أنتم؟ وأيضا دكتورة لو نتكلم أيضا على برنامج يعني طبيب لكل مواطن مثل ما ذكرت آمنة، وموضوع مبادرة دوائي بحيث أنه يتم تشخيص المريض ويتم متابعة حالته بشكل مستمر وبشكل دوري، وأيضا إذا احتاج الأدوية ممكن أن تصل الدواء إلى المنزل. تمام. بالنسبة كما أسلفت مسبقا أن المرضى أصحاب الأمراض المزمنة نتصل بالتلفون، إذا في حاجة بتتحل بالتلفون من خلال التواصل مع المريض، أو أحياناً بيكون التواصل عن طريق المرافق. ففي بعض كبار السن ما هم اللي بيتواصلوا معنا مباشرة بالهاتف، فبنشوف مع المرافق إذا في مشكلة بننصحهم إنه في كمان الطبيب الزائر من أقرب مركز صحي جنبهم، العناية المنزلية. ففي بعض المرضى اللي هم ما يستطيعون يتحركون موجودين في السرير على طول، هم نحن بنسميهم البيد باوند، ديل بتكون عندهم زيارات منزلية في مكانهم، من طبيب بيكون من أقرب مركز صحي جنبهم، فدل بتلقوا الرعاية في المنزل بالإضافة للأدوية اللي هي نحن بنكتبها عن طريق السيستم. في خدمة دوائي كمان بتساعد في توصيل الأدوية للمنازل، فالمريض ما يحتاج إنه أحياناً يطلع كمان من البيت. صحيح. دكتورة سلمى عيسى هاجو، اختصاصية الأمراض الباطنية بمستشفى دبي، شكرا لك دكتورة، وشكرا أيضا لفريق العمل معك على الخدمات المميزة الحقيقة اللي تم تقديمها للمرضى أو متابعين أو متعاملين عفوا هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. كتر خيركم. بس عندي معلش ملاحظة خفيفة. تفضلي دكتورة. بس بالنسبة للجائحة الثانية بتاعت كورونا، يا ريت لو كل الناس تحافظ على الكمامة، الناس كلها تحافظ على التباعد الاجتماعي، كل الناس يحافظوا على غسيل اليدين، يحاولوا يقللوا من الخروج إذا ما في سبب مقنع إنهم يطلعوا برا البيت، خلوه في البيت يمشي بس الشغل ويطلع للحاجات الأساسية. كل الناس تحاول تاخذ الفاكسين، والحمد لله التطعيم اللي هو بقى حاليا متوفر في كل المنافذ الصحية التابعة لوزارة الصحة أو لهيئة الصحة. فيا ريت كل الناس تلتزم، لأنه الواحد إذا حمى نفسه بيحمي أسرته وبالتالي بيحمي المجتمع. صحيح. شكرا لك دكتورة، شكرا جزيلا. طيب كتر خيركم. السلام. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، بننتقل إلى فقرتنا الثانية، ولكن اختيامنا بعد الفاصل صح؟ نعم. بنأخذ فقرة العلاج الطبيعي والرياضة، واليوم موضوعنا الحقيقة أو العنوان مهم، وهو الوضعية الصحيحة للعنق عند استخدام الهاتف المتحرك، لأن مثل ما تعرفين اختيامنا استخدامنا نحن للهاتف المتحرك بشكل مستمر أكثر من 24 ساعة في اليوم، فهناك الكثير من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الشخص أثناء استخدام الهاتف المتحرك. بيكون هذا محور حديثنا مع الأستاذ عصام الميخي، أخصائي أول علاج طبيعي بهيئة الصحة بدبي، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، لتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الحالية فقرة العلاج الطبيعي والرياضة، واليوم تحت عنوان الوضعية الصحيحة للعنق عند استخدام الهاتف المتحرك. طبعا أخوي عبد الله، مثل ما نعرف أن كلنا ما نستغنى عن التليفون، وكلنا نستخدم التليفون، وفي معظمنا يا يستخدمه للاتصال والتواصل، وفي نصهم ممكن حتى يستخدمونه للألعاب أو لأي أسباب أخرى. فإحنا دائما نستخدم الهاتف، ويمكن طريقتنا لمسك الهاتف أو طريقة العنق تكون خاطئة، ولهاي الطريقة الخاطئة طبعا آثار سلبية
على الإنسان. واليوم لهذا الموضوع استضفنا معنا اليوم الأستاذ عصام الميخي، أخصائي أول علاج طبيعي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذ عصام. صباح النور من مركز دبي للعلاج الطبيعي والتأهيل. أهلا فيك. تفضلي. طبعا أستاذ عصام، حابين نعرف منك اليوم تأثير الاستخدام المفرط للهاتف على الرقبة. صباح الخير عليكم جميعا. صراحة الموضوع مهم جدا، خصوصا أنه صار في الآن ترمينولوجي جديدة خاصة بالهاتف الخلوي أو بالموبايل اسمها تكست نيك. تكست نيك هي الوضعية الخاطئة في استخدام الهاتف الخلوي التي تؤدي أنه يصير في حالة خاصة في الرقبة متعلقة بالهاتف تسمى تكست نيك أو الوضعية الرقبة بسبب الاستخدام الخاطئ للهاتف الخلوي. الحالة تتصف بأنه إحنا دائما للأسف الشديد الهاتف الخلوي بيكون أسفل، يعني بيكون هو في الأسفل والرأس في الأعلى، أوكي؟ فهذا يتطلب منا أنه إحنا يعني ننظر للأسفل دائما علشان نتابع اللي بيصير على الهاتف، سواء كتابة، سواء ألعاب، سواء مشاهدة أي شيء على الموبايل لفترات طويلة. واللي بينتبه بعد حوالي مثلا نقول مثلا ربع ساعة نص ساعة بيعرف فعلا انه هو صار في عنده ألم بعضلات الرقبة، مما يؤدي انه هو بده يرفع الرقبة للخلف ويعطي وضعية معاكسة تماما علشان تعوض الوضعية الطويلة اللي صارت للأمام. مع هذا التكرار للأسف بينتج عنا مصطلح اسمه تكست نيك، واللي هو بيظهر يعني واضح جدا في الإكس راي انه هو فقدان الانحناء الطبيعي لفقرات الرقبة وانعكاسها في بعض الأحيان أو استقامتها في معظم الأحيان. نعم طبعا أستاذ عصام، مثل ما ذكرت التكست نيك، احنا بسبب يعني نزول الرقبة بطريقة خاطئة عند استخدام الهاتف لفترات طويلة، فممكن نعرف المستمعين شو هي الوضعية الصحيحة إذا كانت هذه الوضعية الخاطئة؟ الوضعية الصحيحة لو يصح لي بس أنه أنا راح أشرحها بس إن شاء الله تكون مفهومة. ببساطة خلي الذراع اللي ما فيها موبايل تكون بشكل أفقي على البطن تماما، يعني مسنودة على البطن بشكل ملاصق للبطن. حين عبد الله جمع يالسي جرب الطريقة، استمر دكتور. أجرب نعم. والذراع اللي فيها أو اليد اللي فيها الموبايل الكوع أو المرفق أوكي بيكون داخل راحة اليد، راحة اليد اللي هي كانت اللي هي الأولى. مفهومة الطريقة؟ هي مفهومة أستاذ، إحنا معاك أوكي. ياسين نطبق. والآن بالضبط، والآن بيصير الموبايل إذا أنت رفعت الموبايل الآن بيصير الموبايل أمامك تماما 100%. صحيح صحيح. أنت حافظ على إنه الحد الأدنى أو الحد الأفقي اللي هو اليد اليسرى اللي ما فيها الموبايل تكون ملاصقة تماما للبطن بشكل أفقي، وحط إيدك اركز إيدك الثانية بالمرفق داخل اليد. صحيح. وبيكون الموبايل هيك أمامك تماما، ما في داعي إنك أنت تنزل أبدا. صحيح. الآن هذه هي الوضعية، المهم إنه المرفق الخاص في اليد اللي فيها الموبايل ما يكون أدنى أو ينزل أوطى من هذا الخط الأفقي إلى اليد الأخرى عندته بأي حال من الأحوال. صحيح. يعني كأن دكتور الهاتف محمول يعني باليد بطريقة شيء آمنة. أحس يعني أنا حاليا وأنت تشرح حاولت أني يعني أجرب، وفعلا مريحة، يعني مريحة جدا. يعني حتى لو أنت ما بدك بس نمر يمكن مخرج البرنامج مو قادر يطبق الطريقة. نمر تحط يديك هني فوق وتسند التليفون وسيدة يكون يقول متعب. أستاذ عصام شو تقول له؟ أنا أحس الطريقة مريحة صراحة. مريحة مريحة جدا، يعني هي المريحة هاي الطريقة الصحيحة سواء أنت واقف
أو جالس. لا لا صراحة الطريقة مريحة. الآن, الآن إذا أنت الآن إذا أنت جالس على مكتب ممكن تعوض عن اليد اليسرى اللي هي بتحمل الموبايل لأنك أنت تحط المرفق على الطاولة. نعم صحيح. على المكتب أمامك. المهم إنه اليد اللي حامل الموبايل ما تكون نازلة بطريقة يعني 90 يعني أقل من 90 درجة اللي إحنا عملناها باليد الأخرى علشان ما تضطر إنك أنت تنظر للأسفل. لازم أنت تكون دائما تنظر للأمام. نعم. وإذا أنت راقد بيكون الوضع أسهل جدا. أنت راقد أوكي أوريدي فبيكون بس الموبايل أنت حامله بإيدك أو بالبوث هاند. نعم طبعا أستاذ عصام عشان لضيق الوقت لحلقتنا اليوم حابين نعرف منك أيضا الفترة الزمنية اللي تنصح بها لاستخدام الهاتف يوميا لتجنب المشاكل الصحية في الرقبة. ما في فترة زمنية. لازم نسمع الكلام على الأقل. أنت بتستخدم الموبايل للضرورة فقط. يعني إذا أنت بتتكلم الآن مثلا إحنا أنا بتكلم معاكم الآن أنا مو شايف موبايلي أنا بتكلم بالبلوتوث فما فيش داعي إن أنا أمسك الموبايل ولا أحطه على 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 أذني ولا إنه أنا أتعرض لأي إشاعات. طبعا هو الموبايل موجود معنا 24 ساعة لكن هي الموبايل أو أثر الموبايل مش بس في العضلات أو في الرقبة. المشكلة هذه نتجت الآن حديثا لأنه إحنا الآن صار فيه في الموبايل أشياء جديدة. يعني الموبايل بطل إنه إحنا عشان نتكلم فيه وعشان نبعث مسج. الموبايل الحين ممكن يعني إحنا نقرأ عليه مثلا دراسة كاملة أو صحيح. إنك أنت مثلا تشاهد عليه فيلم كامل أو إنك أنت تلعب لعبة تتطلب منك ساعات. يعني في ناس بيلعبوا لعبة ساعات بيكون في نفس الوضعية وبعدين بعد ساعة يعني بتفاجأ إنه هو عنده فعلا تشنج في الرقبة حاد. هذا هو اللي بيخليه يضطر إنه هو يروح مستشفى. يعني تخيل إنه أنا بني آدم يعني زمان كنا نمشي من الكمبيوتر والقاعدة على الكمبيوتر لساعات طويلة. عشان هيك إحنا ننصح يا جماعة حتى أنتوا اللي تشتغلوا على الكمبيوترات بليز حاول إنك أنت ما تقعد أكثر صحيح. من 50 دقيقة متواصلة. بعدين قوم يا أخي سوي بس الستريتشز اللي إحنا بنوصيك عليها لما تيجي عندنا تتعالج أو صحيح. اللي بنزلها إحنا دائما على 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 وسائل التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب أو في أي مكان ممكن توصلها اللي هي إطالات الرقبة والكتفين. أستاذ عصام شكرا جزيلا لك الحقيقة وفعلا مثل ما ذكرت الأخت آمنة بأن نحن نحتاج لك تكون موجود في الاستديو هنا على أساس أنه يتم الشرح بشكل يعني مفصل للجميع. شكرا لك الأستاذ عصام الميخي أخصائي أول علاج طبيعي بهيئة الصحة بدبي وعلى هاي المعلومات المفيدة والجيدة المهمة الحقيقة بالنسبة لكيفية استخدام أو الوضعيات الصحيحة لاستخدام الهاتف المتحرك. شكرا جزيلا لك. حياك أشكرك. الله يحييك أستاذي. ننتقل أختي آمنة إلى فقرة الصحة العامة واليوم تحت عنوان العادات أيضا الغذائية لدى اليافعين في المدارس أو في مدارس إمارة دبي. نعم طبعا أخوي عبدالله انتهت هيئة الصحة بدبي في عام 2019 ممثلة بإدارة حماية الصحة العامة من إجراء مسح للسلوكيات الخطرة على صحة اليافعين في إمارة دبي بهدف التعرف على الأنماط الغذائية لهذه الفئة من المجتمع ووضع الحلول المناسبة لتفادي المشاكل الصحية الناتجة عن الأنماط الغذائية الغير سليمة. وللتعرف على هذه الدراسة وتفاصيلها يسرنا أن تكون معانا اليوم الدكتورة منى عبد اللطيف أخصائي أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة منى. صباح النور. شكرا أختي آمنة وشكرا أخوي عبد الله على الاستضافة. نحن دائما نفرح أن نكون وياكم. مرحبا دكتورة. نحن اللي نفرح الحقيقة وسعيدين جدا أن تكونون معانا ونسمع هاي المبادرات الحقيقة الجميلة من عندكم. دكتورة منى حابين ناخذ فكرة عامة عن الدراسة اللي أقيمت في عام 2019 ومن هي أو الفئة العمرية المستهدفة أيضا. نعم إدارة حماية الصحة العامة سوت المسح اللي هو اسمه مسح السلوكيات الخطرة على صحة اليافعين. ونحن نقصد بكلمة اليافعين شد أول كانوا الناس يقولون يسمون اليافعين مراهقين صحيح. بس نحن ما نحب نستخدم هالكلمة ما لها من معاني سلبية مثل ما حضراتكم تعرفون. فنفضل نستخدم كلمة يافعين ونقصد باليافعين من هم من سن 11 إلى ما تحت سن 18. لكن هذه الدراسة لم تشمل كل هذه الأعمار. أخذنا اليافعين
الذين كانوا يدرسون في في الصفوف التالية من الصف الثامن إلى الصف الثاني عشر. فالجماعة اللي كانوا يدرسون في هذه الصفوف هم كانوا تقريبا ما بين عمر 13 و 17، شوية منهم كانوا عمارهم 12 سنة، شوية كان عمارهم 18 سنة، بس هذه لا يمثلون أكثر من 4% من كامل العينة. فالعينة العينة يعني الهبي الوزن الثقيل في العينة كان لليافعين من عمر 13 و 17، ممن يدرسون في صفوف 8 إلى 9 في المدارس الحكومية والخاصة بإمارة دبي. اللي استجابوا ويانا وش اسمه كملوا الاستبيان كانوا تقريبا 1683 طالب وطالبة، وهؤلاء يمثلون الآخرين من أعمارهم الذين يدرسون في المدارس من اليافعين طبعا. نعم، وطبعا دكتورة حابين نعرف منك أهمية هاي الدراسة، شو أهميتها وشو نتائج الدراسة؟ نعم، نحن هاي الدراسة في آمنة كانت مثل ما ذكرنا تتكلم عن السلوكيات الخطرة على الصحة. فأنت مثل نحن مثل ما نعرف أن اليافعين هم أصلا مجموعة صحية، يعني الحمد لله هم صحتهم زينة على العادة على المجمل يعني، ولكن قد يركب يعني قد يسلكون بعض السلوكيات في الحياة، يعني عندهم بعض العادات التي قد تضر بصحتهم. فنحن درسنا وايد عادات مختلفة، من ضمنها كانت العادات الغذائية، علشان العادات الغذائية مثل ما تعرفين فينا ممكن تأثر على الوزن، وتأثير الوزن من ارتفاع الوزن والسمنة حاليا يأثر في صحة اليافع، والدراسات أثبتت أن اليافعين اللي وزنهم مرتفع الآن أو الذين مصابين بالسمنة الآن في فترة اليفوعة ممكن يكملون إلى فترة النضج يعني البلوغ اللي أكثر من 18 مع السمنة ومع ارتفاع الوزن. فلهالسبب أحسن لو ناخذهم من عمر أصغر، نعلمهم العادات الغذائية اللي ما اللي تخليهم في الوزن المثالي. فنحن يوم شفنا أوزانهم، يوم قسنا الأوزان والطول، وبعدين سوينا يعني المعادلات الرياضية المطلوبة لقياس الوزن بحسب العمر وسواء للشباب أو للبنات، تبين ما شاء الله أكثرهم كان يعني كانوا في الوزن الزين، يعني تقريبا يعني في الوزن الطبيعي تقصدين دكتورة صحيح؟ 56% منهم كان وزنهم زين، اللي كان وزنهم مرتفع كانوا 25%، واللي كانوا مصابين بالسمنة كانوا تقريبا 15%. فال 25% وال 15% أكيد محتاجين توجيه أكثر، والباجين اللي أوزانهم زينة محتاجين إنه يكملون عاداتهم الصحية الجيدة علشان يخلون أوزانهم. سألناهم عن عاداتهم الغذائية، سألناهم عن استهلاك الخضار والفواكه، سألناهم يعني أنتوا كلتوا فواكه أو شربتوا عصير 100% يعني 100% فاكهة، مو فاكهة مخلوط بماء، وخلال 30 يوم قبل إجابتكم على هذا السؤال، فطلع أن 1 من كل 5 ما استهلكوا ما كلوا فواكه أو شربوا العصير. 1 من كل 5 من اليافعين اللي عمارهم من ما بين 13 إلى أقل من 18 ما يأكل الفاكهة بالقدر الذي نحن الموصى به. نعم، فهنا تعتبر هاي يعني طبعا مشكلة. هي 5 حصص من الفاكهة يوميا. فهل واحد هذا نحن لازم يعني ننتبه لهالرقم، هالرقم مو صغير. ونفس الشيء بالنسبة للفواكه، سألناهم هل أكلتم يعني الخضروات، هل أكلتم خضروات بحسب الحصص 30 يوم السابقة لإجابتكم على أسئلة المش؟ فنفس الشيء 1 من كل 5 قالوا لا. زين، الأربعة هذه لا، الحمد لله نحن فرحانين إنه هم بالفعل 4 من كل 5 يأكلون بالقدر الجيد، بس هذا الواحد بعد لازم ندير بالنا عليه. فحين نحن سؤالنا كيف ممكن
نتعامل مع هذا الإشكال. نعم، اللي هو إشكال عدم تناول الخضروات والفواكه لدى اليافعين مثل ما ذكرتي. نعم. أو دكتورة عفوا مداخلتي، هل النسبة هاي مثلا ممكن تأثر على صحة اليافع يعني بعد ما أنه يمر يعني في مراحل عمرية مختلفة؟ هل النسبة هاي اللي شفتوها أنتم من خلال نتائج الدراسة؟ يعني بشكل عام ما أثبتته الدراسات الأخرى أن عدم استهلاك الحصة المحددة من الفواكه أو والخضروات يوميا معناته أن نحن ناكل أشياء أخرى، فممكن هاي يأثر على الوزن سلبيا، سواء ارتفاع الوزن أو نزول الوزن. ممكن يأثر على أن العناصر الغذائية اللي أنا أكلها مو بكفاية، ممكن في نقص في الفيتامينات، نقص الفيتامينات ممكن يأثر على المناعة. ففي تأثير الآن، في تأثير الآن لعدم تناول الحصة الكافية كيافعة. يعني أنا طبعا مو بيافعة بس يعني قصدي كيافعة. دكتورة منى، طبعا إحنا حابين نعرف منك في الأخير دور الوالدين والمدرسة طبعا في تعزيز الأنماط الغذائية السليمة لدى الطلبة عشان نتفادى هذا الواحد من كل خمسة قامت عليها الدراسة قلتي إنه ما يتناولون الخضروات والفواكه، فكيف نتفادى هذا الشيء؟ الله ينور عليك. نحن يعني هالشيء نتمنى أنني لسه نتكلم فيه باستفاضة أكثر، بس بشكل سريع وبشكل عام نخلي الفواكه والخضروات متاحة أمام اليافع. يعني مثلا ما أعتمد أنه بيصير يبطل الثلاجة ويشل الفواكه ويأكلها. أنا ما يعني هو مو في المرحلة العمرية اللي يقدر يعتمد على نفسه 100%. فأنا أحاول أني أخلي الفواكه مثلا الموجودة على الطاولة، ويوم نجلس عند طاولة التلفزيون ويا بعض نشوف التلفزيون، نخلي على الطاولة فواكه ونخليها بطريقة يعني نقصها بطريقة أنه ممكن تعيبة، مثلا نسوي منها ورود، نسوي منها أشكال أو نخلي طبعاً حين أغلب الأمهات يعني أيضاً ينتبهون لهذا الموضوع. دكتورة عفواً، أغلب الأمهات يحاولون أن يعني يشكلون الخضروات والفواكه بطريقة جميلة لتحبيبها للأطفال أو اليافعين. نعم، وحتى الكبار، حتى الكبار يوم يشوفون شيء صحن حلو وفي ألوان مختلفة يشهيهم، فيمكن يأخذون ويأكلون. فهالشيء ينطبق أيضا على الصغار على اليافعين. وممكن نخلي نوزع الحصص في الأكلات المختلفة. مثلا الحين هم يحبون الجلي، نترس الجلي فواكه، فواكه طازجة طبعا، سوينا جلي ما نترس شو اسمه الجلي فواكه. نعم. دكتورة شكرا لك الحقيقة على هاي المعلومات الجميلة وعلى هاي الدراسة اللي فعلا يعني هدفها كبير جدا وفيها أيضا فوائد للفئة العمرية اللي تحدثنا فيها. الدكتورة منى عبد اللطيف أخصائي أول صحة عامة بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا لفريق العمل معك. نشكركم جميعا. مستمعينا الأعزاء، ومن بعد فقرة الصحة العامة وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم. نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة دائما، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معاي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومخرجينا المتألقين دائما الأستاذ نمير محمد وأيضا الأستاذ سعيد المر، وخالص الشكر أيضا والتقدير للأخت آمنة العلي. ما قصرتي، شكرا لك أخوي عبد الله، وتقبلوا تحياتي. أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بالصحة وسعادة، وإجازة سعيدة لكم جميعا. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.